شاب مصري قتل الأم ديالو والأخت ديالو وشقيقه بطريقة بشعة، والخطير والمرعب في الأمر هو أنه قتلهم بدم بارد. واللي اكتشف هاد الجريمة هما جيران الضحايا، بحيث أن الضحايا الأم الأخت والأخ اختفوا لمدة أسبوع، هادشي اللي خلى الجيران يشكوا في الأمر، خصوصا وأنهم بدأوا كيشموا رائحة كريهة خارجة من أحد المنازل اللي كتواجد حداهم، وبالضبط في عزبة روستوم. هادشي اللي خلاهم يبلغوا الأجهزة الأمنية. السلطات الأمنية جاوا لعين المكان وتفاجؤوا من لقاو ثلاثة ديال الجثث. الجثة الأولى كانت ديال الأم، الجثة الثانية كان ديال الأخت ديال المتهم، أما الجثة الثالثة فكانت ديال الأخ ديالو. والمتهم الاسم ديالو محمد وكيبلغ من العمر 29 سنة وكيشتغل محامي. الجيران والعائلة ديال الضحايا أكدوا بأن المتهم كان كيعاني مؤخرا من اضطرابات نفسية، وخلال التحريات الأولية اعترف المتهم بهذا الجريمة وأكد بأنه فعلا قتلهم باستخدام سلاح أبيض، والسبب هو خلافات أسرية. المتهم تجرد من كل مشاعر الإنسانية بحيث قطع أجساد الضحايا وشعل فيهم العافية. والخطير في الأمر هو أنه نهار الخامس في عيد الأضحى شعل فيهم العافية وبدا كيشوي فيهم، والريحة الكريهة اللي انبعتات من الدخان هي اللي خلات الجيران يشكوا في الأمر. هاد الجريمة هزات رأي العام المصري وتصدرات الترند العربي على كل مواقع التواصل الاجتماعي.